لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل. أهلا بكم أستاذ مصطفى. حياكم الله، أهلا وسهلا. كانت صحيفة ذا ناشونال الأمريكية وصفت في تقرير لها بأن بيان حكومة عبد المهدي بشأن الاستقالة يعكس فشل الطبقة الحاكمة ككل، ما مدى صحة ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أثبتته وقائع السنوات الستة عشرة الماضية. هذا النظام الذي شكله الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق نظام يستولد فشله بنفسه على مدى السنوات الستة عشرة الماضية. هو يخرج من أزمة ليدخل في أزمة أخرى، ويعني من فشل إلى فشل. لم يقدم هذا النظام عبر كل السلطات التي شكلت في السنوات الماضية أي منجز لشعب العراق، ولذلك فهذا التقييم الذي خرجت به هذه الصحيفة الأمريكية هو توصيف حقيقي لهذا النظام الذي أولده الاحتلال. لأنه لا يمكن لنظام بهذه التشكيلة يعني المطلقة من الفاسدين والمزورين والقتلة والإرهابيين واللصوص، لا يمكن إلا أن ينتج فشلا ذريعا وأزمات متتالية. أستاذ مصطفى، ما حجم تأثير هذه التقارير الإعلامية على صانع القرار الأوروبي للتحرك بشكل أو بآخر لصالح مطالب الشعب العراقي؟ يعني هذه التقارير ربما هي تعكس أصلا بداية توجه لفهم حقيقي لواقع ما يجري في العراق الآن، وعدم ثقة مطلقة أو شبه مطلقة طبعا حسب درجة التقرير المعني بما تقوله هذه السلطة في بغداد وأبواقها الإعلامية وأدواتها الدبلوماسية. وبالتأكيد هذا سيكون له قدر من التأثير على عمليات صنع القرار في الدول الغربية، لأن الدول الغربية تستقي كثير من قراراتها من خلال مراكز الدراسات والبحوث ومن خلال ما يعني تهيئ به الرأي العام عبر وسائل الإعلام. هذه التقارير مهمة ومفيدة وتكشف حقيقة ما يجري في العراق لتكوين رأي عام دولي لصالح الثورة والثوار. نبقى في هذه التقارير ونتابع تصريح لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي قالت بأن إيران لم ترغب أبدا برؤية ديمقراطية مستقرة ومتعددة في العراق. هذا التصريح ينشر في صحيفة تعد مقربة من ديمقراطيين في الولايات المتحدة، إلى أنها توجهت أو تبنت توجها قريبا من توجه ترامب. كيف يفسر هذا الموقف؟ بغض النظر عن مواقف الحزبين وخلافاتهما السياسية ومماحكات المراحل الانتخابية، هذا التقرير الذي تحدثت به صحيفة نيويورك تايمز هو يعني تعبير عن أو موقف لصالح الديمقراطية بشكل عام. بالتأكيد لا يمكن أن يعني ينفذ الاحتلال الإيراني في العراق أو يرعى أو يقبل بديمقراطية حقيقية في العراق. الديمقراطية بين قوسين التي تعمل في العراق هي ديمقراطية الأحزاب الميليشياوية وسلطة الولي الفقيه السيستاني في العراق، وأيضا سلطة المال الفاسد الذي يحرك كل هذه العملية السياسية وأقطابها وميليشياتها. وبالتالي هذا التقرير الذي يعني تحدثت به نيويورك تايمز هو دفاع عن فكرة الديمقراطية بحد ذاتها قبل أن تكون دفاع عن فكرة عن الديمقراطية في العراق. نعم، في ظل الرفض الشعبي للتدخل الإيراني، هل ترى أن مهمة سليماني ستنجح هذه المرة في العراق؟ يعني يجب أن يفهم الجميع أن البرلمان الذي صوت له، البرلمان فاقد الشرعية الذي صوت له 19 أو 18% من يحق لهم التصويت في العراق لا يمكن أن يقبل به الثورة. هذه الثورة وضعت منذ الساعات الأولى لها
صبيحة الأول من تشرين الأول أكتوبر الماضي، وضعت مسارها الواضح وهو إسقاط هذا النظام بكل تفاصيله، بكل دستوره وأحزابه وميليشياته وبرلمانه طبعا وشخوصه وبرامجه. وبالتالي لا يمكن أن يقبل الثوار الذين انتفضوا في يعني ساحات وشوارع العراق من بغداد جنوبا وأيضا في بعض المحافظات الأخرى، الآن امتدت هذه الثورة المباركة بشكل أو بآخر إلى ساحات محافظات أخرى، لا يمكن أن تقبل هذه الملايين المنتفضة باستبدال عادل عبد المهدي السفاح بمجرم أو سفاح آخر. هذه عملية يعني تدوير المناصب وتدوير الدفايات بالأحرى لا يمكن أن يقبل بها الثوار. الثوار لم يخرجوا لاستبدال عادل عبد المهدي بهادي العامري أو بعزة الشاه بندر أو محمد بحر العلوم أو أي من الأسماء المطروحة أو غير المطروحة. نعم، الحديث عن بحر العلوم هذا النظام أستاذ مصطفى، الحديث عن بحر العلوم يقودنا عن تصريحه في جلسة أمس بمجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة، والذي نفى مسؤولية القوات الحكومية عن قتل المتظاهرين رغم كل الفيديوهات التي وثقت وأثبتت ذلك. كيف تقرأ هذا التصريح؟ العلوم هذا الحكيم الذي هو ممثل النظام في الأمم المتحدة، يعني لا يمكن أن نتصور من أحد الأبواق الدبلوماسية التي طبعا الدبلوماسية أيضا بين قوسين نضعها لهذه العصابة المجرمة في العراق إلا أن تفتري وتكيل الاتهامات لهؤلاء الثوار. نحن رأينا أن هذه ثورة للبناء في العراق، هي قامت بإصلاح العديد من المشاريع وال يعني التماثيل والنصب في العراق، وكل هذه من علامات التحضر التي يعني يتحلى بها الثوار. أما هذه الادعاءات الفارغة التي تفوه بها هذا المندوب والذي يتحدث بلسان يعني السفاحين في بغداد، لا يمكن للعالم أن يصدق. العالم استمع من ممثلة الأمين العام في بغداد، استمع إلى تقرير واضح أن هذه السلطة هي من تقوم بقتل المتظاهرين وارتكاب أبشع المجازر تجاههم. ولذلك هذه الترهات التي تحدث بها هذا المندوب الحكيم لا يمكن أن يقبل بها المجتمع الدولي. الآن المجتمع الدولي في حالة تطور وتغير لصالح الثورة والثوار إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.